السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله معنا في درس جديد يتكلم عن الاحتمال والتوزيعات الاحتمالية لمادة الرياضيات 4 ريض 263 للمستوى الثاني العلمي الفيزياء والرياضيات. خلونا مع بعض نستعرض أهدافنا لدرس اليوم. فهدفنا الأول يقول إيجاد الاحتمالات باستعمال المتغيرات العشوائية. هدفنا الثاني تكوين رسوم بيانية للتوزيعات الاحتمالية واستعمالها. هدفنا الثالث إيجاد القيمة المتوقعة. فخلونا مع بعض ناخذ أول مثال. فعندنا السؤال يقول حصل 7 طلاب في اختبار الرياضيات على تقدير A و9 طلاب على تقدير B و11 طالب على التقدير C و3 على التقدير D و2 على التقدير F. فنشوف أول سؤال، أوجد احتمال أن يحصل طالب تم اختياره عشوائياً على التقدير C. طبعاً الدرجات ك A B C مرتبة بالترتيب التالي، أزيد شيء A بعدين B C D وآخر شيء F. طبعاً هذولين التقديرات بتاخذهم في الجامعة، الحين في المدرسة ما ناخذهم كذي، فراح نرتبهم كجدول بعدد الطلبة وتقديرهم. فراح نسوي جدول كل تقدير وعدد الطلاب اللي عندنا. فأول خطوة قبل لا نوجد الاحتمال لازم نوجد مجموع الطلبة. فالعدد الكلي للطلبة 32، راح نجمعهم كلهم مع بعض ونوجد الاحتمال. طبعاً خذتوا من قبل أن الاحتمال هو مال الشيء نفسه على التوتل، فراح نقول كم طالب حصل على التقدير C؟ عندي 11 طالب، فراح أقول 11 على 32، فاحتمال C يساوي 11 على 32. انتهينا من السؤال الأول، ننتقل إلى السؤال الثاني. السؤال يقول أوجد احتمال أن يكون طالب تم اختياره عشوائياً قد حصل على تقدير B على الأقل، يعني أقل شيء B. شنو معنات أقل شيء B؟ يعني B واللي أكثر، معنات B و A. فرح ناخذ احتمال ال B واحتمال ال A، فراح يكون عندي مال ال B ومال ال A. فراح نقول 9/32 plus 7/32، نجمعهم في الكالكوليتر راح يعطيني نص. شنو معنات نص؟ معنات نص الطلاب حصلوا على تقدير A و B. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من السؤال الأول وهدفنا الأول. خلونا ننتقل مع بعض إلى السؤال الثاني وهدفنا الثاني. فعندي السؤال يقول أجرى موقع إلكتروني مسحاً للمصادر التي يحصل منها الناس على الأخبار، وجدول التوزيع الاحتمالي المجاور يعرض نتائج هذا المسح. راحوا سووا مسح وسألوا الناس أنتوا من وين تأخذون أخباركم، فرتبوها على الترتيب التالي كاحتمالات. فكان عندنا إن مصدر الأخبار، عندي كم مصدر؟ 1 2 3 4 5. إن التلفاز 0.35، الأصدقاء 0.19، الصحف 0.04، الإنترنت 0.11، والتواصل الاجتماعي 0.31. فالسؤال يقول نبي نبين إن التوزيع الاحتمالي صحيح. طبعاً إحنا نعرف من قبل أن الاحتمال كقيمة دائماً محصور بين الصفر وبين الواحد. عشان أبين أن التوزيع الاحتمالي صحيح لازم مجموع الاحتمالات يعطيني واحد. فش راح أسوي؟ راح أخذهم كلهم وأوجد لهم المجموع، فمجموع الاحتمالات راح يعطيني واحد. انتهينا من السؤال الأول، نشوف السؤال الثاني. يقول السؤال إذا اختير أحد الذين شملهم هذا المسح عشوائياً، فما احتمال أن يكون مصدر أخباره الصحف أو الإنترنت؟
طبعا من مقرر سابق نعرف إذا كان عندنا احتمال وشيئين بينهم أو، الأو تتحول إلى اتحاد والاتحاد يتحول إلى جمع، فراح ناخذ مجموع الاحتمالين، احتمال الصحف واحتمال الانترنت. فراح يكون عندنا الصحف والانترنت، احتمال الصحف 0.04 واحتمال الانترنت 0.11، فراح نجمعهم راح يعطينا احتمالهم 0.15. انتهينا من السؤالين اللي عندي، خلونا مع بعض ننتقل إلى السؤال الثالث. فالسؤال يقول مثل البيانات باستعمال المدرج الاحتمالي. شنو معنات المدرج الاحتمالي؟ المدرج الاحتمالي هو عبارة عن مجموعة من الأعمدة، كل عمود يمثل احتمال معين بالنسبة حق المتغيرات، لكن الأعمدة لما باي برسمهم لازم يكونون لاصقين في بعض عشان يكونون على شكل درج. أما لما يقولون لنا في السؤال مثليها أو مثلها كأعمدة، ايش راح نسوي؟ راح نسوي بنفس الطريقة، لكن بين كل عمود وعمود راح نترك مسافة. فحين راح نرسم المدرج الاحتمالي، فراح يكون عندي محور X يمثل المصادر ومحور Y راح يمثل الاحتمال. طبعا راح نقسم محور Y على حسب النقاط اللي عندي، فراح يكون عندي 0.05.1.15.2.25.3.35 وهكذا. فنروح حق التلفاز، التلفاز اللي قابله 0.35، فراح نسوي عمود إلى الـ 0.35. الأصدقاء لو تلاحظون أنه هو 0.19، فراح نروح تقريبا قريب من الـ 0.2 ونسوي عمود. بعد هالصحف 0.04، فهي أقل من الـ 0.05 بشوي. الإنترنت عندي إياها 0.11، فراح نروح عند الـ 0.1 ونرتفع خطوة فوق. آخر شيء التواصل الاجتماعي عندي إياها 0.31، فراح نروح فوق شوي عن الـ 0.3. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من هدفنا الثاني ومثلنا كمدرج احتمالي. خلونا مع بعض ننتقل إلى هدفنا الثالث. هدفنا الثالث نبي نوجد القيمة المتوقعة. فالسؤال يقول التوزيع الاحتمالي أدناه يوضح عدد الأيام الممطرة في السنة في إحدى الدول. أول سؤال نبي نوجد القيمة المتوقعة لعدد الأيام الممطرة، نبي نوجد القيمة المتوقعة حق جميع الأيام الممطرة في السنة. لكن السؤال الثاني قالوا لنا أوجد العدد المتوقع لأربع أيام ممطرة في السنة، فقط نبي الأربعة أيام. فعشان أوجد القيمة المتوقعة باي بوشوف الجدول اللي عندي، عندي في الجدول عدد الأيام واحتمال كل واحد فيهم، يعني أهما حطين احتمال أن يكون عندنا يوم واحد فقط ممطر في السنة 0.25، يومين في السنة 0.35، ثلاثة أيام 0.05، وأربعة أيام 0.15، وآخر شيء خمسة أيام 0.2. فعشان نوجد القيمة المتوقعة راح شو نسوي؟ راح نضرب كل تكرار في الاحتمال، فراح نقول إن 1 في 0.25، بعدها 2 في 0.35، 3 في 0.05، 4 multiply by 0.15، وآخر شيء 5 multiply by 0.2. طبعا احنا ضربنا كل واحد في بعض، بعد ما نضرب نبي نوجد شنو معنى ذي الرمز خذته من قبل انه هو المجموع، فراح ناخذ مجموع كل واحد فيهم بعد ما نضربه، فراح يكون عندي كالتالي. بذي الطريقة راح نحط أقواس دائما عشان نميز الضرب قبل الجمع، ونحطه كامل مثل ما هو في الكالكوليتر، راح يعطينا الجواب النهائي 2.7.
طبعا هني القيمة المتوقعة عادي أن تكون أكبر من الواحد وعادي تكون أقل من الواحد، لأنه عبارة عن ضرب ومجموع، مو نفس الاحتمالات. الاحتمال لازم يكون عندي بين الصفر والواحد. وليش رمزنا حق القيمة المتوقعة بالـ E of X؟ لأن هي القيمة المتوقعة بالإنجليزي Expected Value of X، فلازم نرمز لها بالرمز E of X. أنزل، انتهينا من السؤال الأول. سؤالنا الثاني، نبي نوجد العدد المتوقع لأربعة أيام فقط، فما راح ناخذهم كلهم كمجموع، مجرد راح ناخذ فقط اليوم الرابع، فراح نقول فقط 4 مضروب في الـ 0.15، فراح يعطيني الجواب 0.6. بكذي أعزائي الطلبة انتهينا من درسنا لليوم. شكراً لحسن استماعكم، وإلى اللقاء في دروس أخرى، ومع السلامة.